أنا نموذج، أنا ابن لأحد المعتقلين المهدد بالإعدام لتهم أقل ما يقال عنها سخيفة. الورقة التي كتبت فيها التهم أغلى وأكثر ثمنا من التهم التي وضعت. فأتحدث معكم لنتذكر الألم، وأنا نموذج واحد من عوائل كثيرة جدا تعرضت لمثل ما تعرضنا له. حتى نتذكر ألم أحد هذه العوائل، نتذكر من ليلة اعتقال الأولى ومداهمة المنزل بجيش ضخم جدا وأسلحة ضخمة جدا لاعتقال رجل طاعن في السن وكبير في السن، ممنوع من السفر، ممنوع من السفر، ويعرف مكانه القاصي والداني. الوالد كان بيته مفتوح لجميع وسائل الإعلام، والدولة تعرف بيته ومانعته من السفر. فالقدوم بهذا الكم الهائل من الجيش ومن الأسلحة، كانوا يظنون أن الوالد يمتلك جيش ضخم. ربما حسبوا أن الأفكار التي يملكها والدي جيش ضخم، ربما حسبوا أن التغريدة التي يغرد فيها الوالد سلاح خطير يجب القضاء عليه. لذلك أتوا بالجيش الهائل هذا لمداهمة رجل أعزل، اقتحموا حرمة المنزل، لم يحترموا القانون السعودي الذي وضعه النظام السعودي. النظام السعودي وضع قانون وخالفه، خالفه في أول شيء بمداهمة المنزل ليلا بقوة كبيرة من هذا الجيش. النقطة الثانية، أتت المداهمة بأشخاص لا يلبسون إلا الزي العادي، زي ليس زي حكومي، ليس زي جيش أو ما إلى ذلك، أزياء عادية كأنها فعلا أفعال عصابة. اقتحموا المنزل، اختطفوا الوالد، بعدها بالأعذار الواهية لمجرد تحقيق ويعود هذا الجيش الكم الهائل، لمجرد تحقيق ويعود. علمنا نحن القصة فيما بعد. بعدها أتى اعتقال الوالد، توقف العمر لدينا نحن من يوم الاعتقال، توقف عمر الوالد أيضا من يوم الاعتقال. الوالد لا زال يظن أن ابنته عمرها سنتين فقط، أن ابن عمره 3 4 سنوات فقط، لأن توقف العمر من لحظة اعتقاله. بعدها راح إلى السجن وتعرض للانتهاكات المخالفة للنظام الذي وضعه النظام السعودي، المخالفة للقانون الموضوع في السعودية. فعزل في عزل انفرادي، تم انتهاك خصوصيته بكاميرات المراقبة في عزله الانفرادي. أيضا تم إعطائه في بعض الأحيان أدوية خاطئة، وعلى إثرها ذهب للمستشفى. الوالد من 2017 99 إلى يومنا هذا في زنزانة انفرادية، أصدقائه جدرانه فقط، ممنوع يدخل على الوالد أي أحد كان إلا المحقق إذا استدعاه للتحقيق. فهذا نموذج لبعض الانتهاكات التي تعرض لها الوالد في ليلة الاعتقال وفي أثناء معتقله الآن. أبرز التهم، ربما لو لم أشاهد، أنا كنت في السعودية إلين قبل سنة ونص، ربما لو لم أشاهد جلسات المحكمة وأقرأ لائحة الدعوة التي سلمتها النيابة العامة للوالد، ربما أتخيل أن هذا ضرب من الجنون أو ضرب من الخيال، أو ربما قصص تروى في ألف ليلة وليلة. لا يمكن أن يكون هذا الشيء واقعي حقيقي يحدث بيننا. يعني تخيل أن تطالب الحكومة السعودية بالإعدام، لماذا؟ ما هي التهم الخطيرة التي فعلها هذا الشخص حتى تطالبه بالإعدام؟ حساب تويتر، أو جروبات واتساب، أو قناة في التليجرام، أو دفاع عن معتقلين. كانت ترى هذه الحكومة، ترى هذه الحكومة الجائرة، أن مثل هذا الشخص اللي لديه حساب في تويتر وقناة في التليجرام ومجموعات في الواتساب خطر يهدد أمننا القومي، لأجل ذلك طالبت بالإعدام. هذه من أبرز التهم اللي تعرض لها الوالد. فيما بعد تحاول الحكومة بعدما كشفت أمام الجميع، ربما الشيء المميز في هذا النظام الغبي بأنه يفضح نفسه أمام الجميع، فكل ما يراه وكل ما يقال عن هذا النظام يعود النظام ليثبته. كل ما كانوا يقولون كثيرا أن هذا النظام أشبه بنظام المافيا، أن هذا النظام يقتل الناس، أن هذا النظام يخطف الأطفال من بيوتهم ويقتلهم. كانت تتحدث بعض الصحافة تقول ربما أنتم تبالغون قليلا، حتى أتت فضيحة اغتيال جمال خاشقجي، رجل يأتي إلى قنصلية بلده ثم يخرج منها قطع وأشلاء ويحرق، وإلى اليوم لا ندري أين جثته. ربما المميز في هذا النظام بأنه يصدق التهم الواردة عليه بإعدام القُصّر، باعتقال لأجل طرف كلمة في القناة الرسمية. أيضا السعودية القناة الرسمية يتفاخر المذيع باستقباله لأحد المعتقلين لأنه حكم عليه 15 سنة بسبب تغريدة، أو امرأة أخرى طاعنة في السن، امرأة كبيرة جدا تدخل السجن بسنوات، ليش؟ مجرد لايك وضعته في تويتر. هذه التهم كلها
هذه توم كلها الفضفاضة تطالب على إثرها النيابة بالإعدام. أعتقد أن اليوم بعد ما رأينا فعلا استخدام الحكومة للاعبين هذا الغسيل الرياضي، ربما اليوم يكون حديثنا الأفضل بأن ما هي الخطوات المناسبة لوقف هذا الغسيل. لأن أعتقد أن النظام وضح أن نعم أنا قاعد أغسل سمعتي بهذه الصفقات. النظام وضح لما أنا تعاقدت مع أشهر لاعب في العالم كريستيانو رونالدو، وبعدها يتصور بجنب القاتل الذي أمر بقتل جمال خاشقجي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يتصور جنبه أو اللاعبين الآخرين اللي يخرجون ويتفاعلون مع الفعاليات حتى يخبر حول النظام إخبار العالم بأن التغير المجتمعي اللي قاعد يحدث الآن بأني منفتح على كل رأي آخر، بينما الواقع والحقيقة لأي تغريدة تغردها ربما يضيع عمرك لأجل هذه. نتذكر دائما أن هذه قصة واحدة من قصص كثيرة جدا في السجون السعودية.